اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بكابتن ايمن دجيش ضيفي في هذه الفقره. هنتكلم عن طاقم التحكيم في هذه المباراه. والاول طبعا حابب اقول له البقاء والدوام لله في طبعا وفاه واحد من النجوم الكبار الحقيقه ومن نجوم التحكيم الكبار جدا كابتن مدحت عبد العزيز. يا كابتن ايمن تحياتي ليك كابتن اسلام. البقاء والدوام لله. بنعزي اسره الكابتن مدحت عبد العزيز وبنعزي اسره الرياضه كلها واسره التحكيم. كابتن مدحت الله يرحمه كان قيمه كبيره اذا كان كلاعب او كحكم يا كابتن اسلام طبعا. فربنا يرحمه يا رب ويجعل الفتره اللي عاشها في مرضه في ميزان حسناته يا رب ويعوضهم خير باذن الله في ابنه محمد وفي اولاده خير باذن الله. بقاء والدوام لله. تمام. خلينا بقى نروح لطاقم التحكيم لهذه المباراه. كابتن طارق مجدي حكم ساحه وكابتن يوسف البساطي وكابتن شهاب راشد اثنين حكام مساعدين ثم كابتن محمود رشدي حكم رابع. الحقيقه طبعا يعني طبعا طارق بالنسبه لطارق مجدي هو ادار كابتن اسلام ثلاث مباريات الموسم دون. مباراه المصري وحرس الحدود مباراه الزمالك واف سي مصر وكانت اخر مباراه ليه الاسماعيلي ومصر المقاصه يعني. الحقيقه طارق بادئ بدايه كويسه في الممتاز السنه دي يعني ماشي بخطى ثابته الحمد لله وده اللي يعني بيأهله دايما. هو موجود على طول في الدوري الحمد لله ناجح في الثلاث ماتشات اللي لعبهم بيأدي اداء كويس. طارق من الحكام كابتن اسلام من الحكام اللي كان المفروض ان هو يعني كان ممكن يبقى ليه فرصه من بدري في القائمه الدوليه لكن هو كان حصلت له اصابه فتره معينه قعدته حوالي سنه دي اللي يمكن بعدته عن القائمه الدوليه. لكن هو لا يقل عن الحكام الدوليين يعني هو يعتبر من افضل الحكام اللي موجودين. عنده هدوء عنده فنيات عنده لياقه بدنيه. نتمنى له التوفيق باذن الله في المباراه مع مساعد اول دولي يوسف البساطي برضه مساعدين الدوليين متميزين ومعاه شهاب راشد مساعد درجه اولى صاعد مرشح للقائمه الدوليه بيأدي برضه اداء كويس ومعاهم محمود رشدي حكم رابع. اتمنى لهم التوفيق باذن الله النهارده في مباراه النهارده باذن الله. طيب اهم ما يميز كابتن طارق مجدي ما انا قلت لك بقى طارق هادي عنده الاخطاء بيعرف يحتسب الخطا فنياته كويسه دايما بيجتهد في المباراه. الحكم اللي بيجتهد وما بيهملش الحكم زي ما قلنا كابتن اسلام انت ممكن طول المباراه تيجي تهمل في لعبه او في فتره معينه من المباراه. طارق من النوعيه اللي هو بيبقى طول ال 90 دقيقه مركز لان انت ممكن تبقى تعمل اللي عليك طول 85 دقيقه. خلي بالك انت بتتكلم على مباراه قمه ما بين الاول والثاني بالظبط. ما عشان كده بالتالي هي مباراه إيه مهمه جدا بالنسبه لطاقم التحكيم. ايه اسباب تعيين طارق مجدي ليه يا كابتن اسلام؟ لان هو ماشي بصوره كويسه من بدايه الدوري. تقييمه في المباريات اللي فاتت كان تقييم ممتاز زي ما بقول لك. الحكم اللي بيبقى عنده تركيز وفي الفتره اللي فاتت في الماتشات اللي فاتت الحمد لله نجاح كبير. فاتمنى له النهارده باذن الله برضو يكمل بنفس المستوى. زي ما قلت لك يا ابن اسلام ممكن انت 85 دقيقه تبقى مركز ممكن في دقيقه في لعبه في لعبه واحدة. زي ما احنا قلنا قبل كده وبتجينا الحالات الحكم بيبقى ماشي كويس جدا وتجيلك لعبه انت اهملت فيها تبقى بعيد عن 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 الرؤيه بعيد عن التمركز الصحيح تهمل في ان انت تاخد المكان الصحيح ما تبقاش عندك حسن توقع. كل دي بتفرق معاك كحكم. اتمنى لهم باذن الله التوفيق النهارده يقدموا مباراه طيبه باذن الله. النادي الاهلي دايما بيلعب مباراه مهمه يعني زي ما انت قلت يا كابتن اسلام مباراه تعتبر مباراه في القمه يعني الاتحاد والاهلي فوق في الجدول الاثنين فتعتبر النهارده بعد فوز زي مثلا المقاولين زي ما انت قلت المقاولين بعد المباراه دي هتفرق فاصبح النهارده في تبادل في الاماكن في القمه يعني. انا عارف الاهلي ليه مباراه مؤجله ولكن الاتحاد ماشي بصوره طيبه جدا السنه دي. والمقاولين برضه دلوقتي والمقاولين كسبان الاسماعيلي 2-0 بالظبط اقرب ان فهي تعتبر مباراه تعتبر مباراه قويه يعني بالنسبه لطارق النهارده. هل يستطيع هذا الطاقم ان هو يعدي بالمباراه الى بر الامان؟ انا يعني توقعي لي ان طارق باذن الله هينجح في المباراه ديت باذن الله هو والطاقم اللي معاه يعني. اتمنى ذلك طبعا التوفيق من عند ربنا يا كابتن اسلام. لكن انا طبقا اللي هو المباريات اللي فاتت ربنا يوفقه باذن الله ويمشي زي المباريات اللي فاتوا ويؤدي اداء متميز باذن الله. هو ما لعبش برضه طبعا مع احترامنا لكل الانديه اللي لعبها لكن ما لعبش مباراه ثقيله برضه زي الاهلي والاتحاد مثلا. هو لعب مباراه طبعا المصري والحرس برضه مباراه كويسه لعب الزمالك واف سي. مباراه الزمالك واف سي كانت المباراه صعبه كانت المباراه قويه يعني داخل المباراه كانت مباراه قويه يعني. واخر حاجه لعب الاسماعيلي والمقاصه. فهو برضه لو بصيت مباراه لا يعني برضه مباريات مش سهله. وحتى المباراه ممكن انت تلعب فرقه فوق او فرقه تحت في الجدول لكن جوه المباراه كانت صعبه يعني زي ما قلت مباراه الزمالك واف سي مصر كانت مباراه مش سهله يعني. هو ادارها بشكل كويس يعني. عموما كل التوفيق لطاقم التحكيم في هذه المباراه. اشكرك يا كابتن ايمن. ان شاء الله نتقابل بعد نهايه هذه المباراه ما يكونش عندنا حالات ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ايمن دجيش. هطلع فاصل.